السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. جبت لكم سلسله جديده الا وهي باكج يوم الخميس، او خلينا نقول ريفيو على السريع بعد صيانه يوم الخميس. هاي الفيديو راح يكون اسبوعي، كل خميس راح ينزل. راح اتكلم عن لاعبين الاسبوع، اعطيكم ريفيو على السريع من اللاعبين الزينين، شنو الاشياء اللي تغيرت مثلا في اللاعب. مثلا رودريجو هاي الاسبوع انا ما اعتقد منزلين نسخه سي اف، خلينا نشوفها. لاعبين يعني راح نتعمق ان شاء الله فيه، بس قبل لا نبدا لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه. يلا يا شباب ليتس جو. نفس ما تشوفون شباب هاي لاعبين الاسبوع، في اشياء اضافوها مثلا باكيدز، ممكن مدربين، ممكن لاعبين اعاره وما الى اخره، فراح نتكلم ان شاء الله فيهم بشكل عام، ومنها حق الخميس. يعني مثلا كل خميس راح ينزلون لعيبه جدد، فراح يصير ابديت تحديث على الخطه الاساسيه اللي عندي. راح اعطيكم كل التفاصيل على قدنا تكونون مع الحدث، تعرفون شنو افضل خطه حاليا عندي بناء على اللاعبين اللي نزلوا، ونشوف حظنا، ومنها بعد نفتح الباكيج. يلا يا شباب خلينا نبدا الريفيو على السريع. ما في شيء جديد هني، ندخل على سبيشل. اول شيء راح نسوي نتاكد ان هل غيروا لاعبين الاعاره؟ لا ما غيروهم. شباب هذا انصحكم فيه، يعني اي واحد عنده 5 نجوم لازم يجيب الرودري، هذا من افضل اللاعبين في اللعبه وموجوده تطويرته في القناه. زين بعدها عندنا هاي لاعبين سابقين ما في ابديت، هاي لاعب ايفنت حق الكلاسيك 10 اللي هني كلهم بيكونون لاعبين كلاسيك 10. هني لاعبين الدوري الايطالي تقدر تشتري، يعني على كل سحبه بيكون 100 كوينز. هني عندك الدوري الاسباني 11 لاعب، على كل سحبه بيكون 100 كوينز، نفس الشيء. هني الدوري الانجليزي، هني عندك الدوري التركي، هني عندك باكج يوم الاثنين، هذا ينزل الابيك يوم الاثنين، كل اثنينية يكون في اساطير جدا ينزلون. عندك هني هذا المهم لاعبين الاسبوع يوم الخميس، كل خميس ينزل لاعبين اسبوع جدد تقريبا 11-14 على اللي تألقوا بالارض الواقع. عندكم رودريجو هذا الاسبوع في الدوري الاسباني سجل هدفين، فنزلوا نسخة رأس حربة لو طلع اللي بيكون اسطوري، بس انا ما شفت طاقاته. وعندنا ليو بعد، وعندنا خلينا نفتح اللاعبين. لك 3 محاولات وفي محاولة رابعة تحصلها من وين؟ من التحديات اللي يوم رحت لكم مكان البلولوك، مكان اللي فيه الطقم، في تحدي هناك تلعبه اونلاين تفوز على الخصم، يعطونك اياه، او ممكن يكون على الكمبيوتر تلعبها تخلصها ويعطونك اياه. اوكي شباب يلا نبدا ريفيو على السريع حق مهاجمين لاعبين بشكل عام، حق لاعبين الاسبوع، اللاعبين اللي تالقوا في ارض الواقع. عندنا اول لاعب مسيطر 95، عندنا 3 اللي هو الافضل رافائيل لياو، دياز، رودريجو بناء على الطاقات، بس ممكن من داخل اشياء تعجبكم في راموس. عندنا يلا خلينا نبدا بالترتيب. دياز لاعب ليفربول، هاي النسخه نفس ما تشوفونها قدامكم، نسخه لاعب جناح بروليفيك وينجر، او بالعربي جناح غزير الانتاج، هاي اللي ستايلها كريستيانو رونالدو اللي يدخل من الطرف، او لا من الطرف يكون ويدخل على البوكس، لاعب يعني خلينا نقول فينيشر ستايل لعبه. طاقاته 78 بحكم انه لاعب طرف، عنده تحكم بالكره 83، عنده جري بالكره لما يركض بالكره يكون جدا سريع هذا اللاعب، عندك التحكم بالكره في المناطق الضيقه 83 نفس التحكم بالكره تقريبا في ثنتين، بول كنترول، عندك تايت بوزيشن، ثنتين لهم علاقه، واحده بالاستلام والثانيه لما بتحسس بالكره. اوكي هاي الارقام تقريبا على لاعب جناح ممتازه، اهم شيء الجري بالكره عند عالي يعني انها متوسط، بس اللي بيميزه اكثر شيء اللي هو السرعه والتسارع 96 و94، هذا فقط من الكرت، لما بتحطه بالتشكيله بيوصل تقريبا السبيد ماله 98، اي نعم 98 بيزيد بلس 2 تقريبا مع المدرب، التسارع من 94 بيصعد 96، هاي الارقام اللي قدامكم كلكم شفتونها كلها راح تصعد بلس 2 ممكن بلس 3، طاقاته الدربل ممكن تصعد 96، يلعب جناح ار دبليو، يلعب ال دبليو، يلعب الام، يعني اللي بيحب الاطراف هذا لاعب مناسب جدا. فيمديك تلعبه راس حربه، تخيل دياز على سرعه 98 تسارع 96 ويلعب راس حربه مع انهاء 79 او 80، اتوقع راح يكون اسطوري مع الدربلينج 96، هذا لاعب يعني يدخل القلب. عندكم الثاني رودريجو لاعب ريال مدريد، نفس ما تشوفون هذا بوستر لما تضغط ال1 او ار1 بيظهر لك تصعد طاقته ما شاء الله من 86 السرعه مع البوستر بيصعد 89، اللي بيميز هذا الكارت اغلب شيء انه بيكون لاعب دربلر قوي مع انهاءه بعد نفس الشيء بيكون قوي، التمركز ممكن يكون متوسط بس الدربل بيصعد تقريبا بالراحه 93، تحكم بالكره في الضيق الحسحسه 90، الانهاء بيكون 94 تقريبا، السبيد 91، تسارع 90، توازن ممكن يكون 89، فهاي الكرت اتوقع بيكون يعني مو سريع لكن انهاء جدا عالي. انا عندي كرت حق رودريجو لاعب الاسبوع ويلعب راس حربه ونفس الستايلز دي بلاينج فورورد، او بالعربي هاي الستايل نفس بنزيما، داعم المهاجم الداعم اللي دائما بينزل حق الكرات يستلمها، نفس ستايل يعني بارض الواقع. المهم ريجو سابق بس نفس الستايل، اللي بيفرق الاثنين هذا فينيشر اعلى، الثاني اقل فينيشينج ولكن اسرع، فانا بميل حق ما ادري والله لازم يطلع لي واجربه واعطيكم ريفيو. بشكل عام رودريجو خارق هذا الكرت. ثم الحارس، انا ما بهتم بالحراس صراحه، ما احب اسوي ريفيو على الحراس، يعني بيكون حارس جدا متواضع. بارنز هذا لاعب جناح نيوكاسل، لاعب طرف اللي بيميزه انه يكون سرعته 94 تسارع مالها 93، لان حط في بالك انه بلس 2 زائد 2، الدربلينج 90، لاعب جناح
بشكل عام ما احب اني اتعمق فيه كثير، ولكن هذا لاعب بيكون بميزه انه يكون على الطرف سريع فقط. الانهاء عنده بعد بشكل يعني نورمال، في عنده مهارات بعد يفتقر حق الدبل تاج، ولكن بشكل عام انا ما بحبه هذا اللاعب. ميز في هاي الباكج حاليا ثلاثه اللي بذكرهم لكم، اللي هو رودريجو دياز مع ليو اركم. هذا اللاعب سي بي بطيء ودفاعه ضعيف، يعني لينتيكلينج 90 او 91 والله ما عجب صراحه. جينا حق الاسطوره ليو، يا حبيبي هذا اللاعب اللي احنا نتكلم عنه، هذا اللاعب اللي البوتي استجن لما يشوفه يصير مجنون، هذا اللاعب الطاقات الارقام اللي انا احبها. شوف السرعه كم، 97 مع البوست مع التشكيله بيوصل بالراحه 99 سرعته، التسارع 97، الانهاء 85، الجري بالكره 95. يا حبيبي انا احب اللاعبين اللي بهكذا. شباب هذا اللاعب بيكون جناح ويلعب راس حربه. اكثر 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 حبيته فيه انه لاعب ستايل هول بلاير، يعني ستايل لاعب بين الوسط والهجوم، نفس كرويف، نفس من ديابي، نفس من اللعيبه اللي بالتشكيله عندنا قواي كاكا مثلا عنده. هاي الستايل محبب جدا في اللعبه صراحه، الهول بلاير، لاعب هجومي بحت، يلعب اس اس تحطه يتفاعل، تحطه ايم اف يتفاعل، تحطه ال ام يتفاعل. يعني لو حطيت على ال ام بتشوفه يركض كانه جني اكثر من ليو اللي عندك بنسخه الجناح، او اذا حطيت اس اس مهاجم ثانوي نفس مارادونا بتحسه يروح كله من ورا الدفاعات. هاي الستايل خارق شباب، وانصحكم فيه، واللي يطلع له يا حظ، يا حظه اللي يطلع له هذا الباكج. يلا يا شباب نشفت والله، البوست ما شاء الله، شوف السبيد يعني شوف حبيته. اقوى باكج او اقوى لاعب في الباكج يجي رافائيل ليو، بعدين بيجي عندي انا دياز، بعدين بيجي عندي رودريجو. هذا اعطيه الباكج لقب المقلتشين، هذا الباكج اسمه المقلتشين، لا تفوته، نصيحه لا تفوته. مو اقول لك اني اشجعك على الكوينز، ولكن يمديك تجيب الكوينز حتى من تحديات، انه يمديك تجمع يعني يعطونك تحدي 50 مع الهدايا الاسبوعيه، دخول التسجيل الدخول اليومي. فاتوقع اغلبكم يمكن عندها 200 نفسي مثلا، لو بشحن بشحن يمديني حتى اني ما اشحن افتح حق اثنين والعب تحدي ضد الكمبيوتر واجمع ال100 الثانيه وافتح. فيعني مني انا اشجعكم التفتيح، ولكن هذا باكج جدا خارق عجبني، يعني انصحكم به بنسبه كبيره كبيره جدا. من مده ما شفت باكج فيه لعيبه مقلتين بهاي الطريقه. يعني جو نيفز لاعب جدا عادي بالنسبه لي انا، ستايل لعبه يعني سي ام اف، ما عندك ستامينا، هذا سيدا البوت ياخذ عليه انطباع حاد او سيء. ان هانكو البي يتقن مركز السي بي، طاقاته الدفاعيه ممتازه صراحه، يعني 89 89 بالتشكيله بيوصل 90 91، يعني الدفاع اللي تحت 81 بتصعد 2 بتصير 83، الاستامينا بتصعد 89، السرعه 85، اوكي يعني خلينا اقول لاعب طويل. هذا كذب مو ظهير ايسر، هذا قلب سي بي. شوف طوله كم، بيتميز بعرضيات بعد، عنده ما شاء الله العرضيات والتمريرات حلوين، عنده الفيزيكال كونتاكت بعد 82 بيصعد 84. لو طلع لك انت توك باني تشكيلتك انصح به، بس اذا انت عندك اساطير اسحب عليه ما طولها. راموس، اللي يحب راموس اللي يعشق راموس، هذا الراموس بوستر، يعني ما بتكلم عنه، لما اقول لك بوستر يعني شوف طاقاته كم لما تطقها بيزيد. هذا اللاعب بيتميز جامبينج 92 يعني بالتشكيله 94، الهيدنج 94، العدوانيه عنده ما شاء الله 98 بتوصل لقطع الكرات للرجل 94، الوعي الدفاعي بيصعد 92، بس مشكله الديفنسيف انجيجمنت بتصير 82. ولكن لو انت تحب لاعب في الكورنر حتى بالدفاع مثلا يلعب عليك سبام، اتوقع راموس خيار جيد. وزيدك بعد انه عنده مهارات الاوريال سوبريورتي حق الارتقاء الهوائي، عنده الراسيات، عنده البلوكر، عنده كل المواصفات حق المدافع اللي في اللعبه يحتاجها موجوده عند هذا المدافع الاسطوري المدريدي سابقا. انا مدريدستا يعني وبحب الكابيتانو، وستايله هذا في الكارت اللي بيلاحظ انه راموس دائما بيجي اكسترا فرونت مان، يعني لاعب هجومي. خلي شفتوا راموس هداف، عنده 7 اهداف مع اشبيليا تقريبا حاليا، يمكن اكثر من المهاجمين لا اشبيليا الاحتياط او حتى الاساسيين. المهم هاي من عندي، يعني راموس هداف بشكل عام، راموس كروته كله بيجي قلب مهاجم، هذا الكرت مدمر. فاللي يحب راموس اتوقع هاي يمكن اقوى نسخه حق راموس في اللعبه. يلا هذا اللاعب ار بي يلعب ما شاء الله، يلعب عندك انا اسميه هذا الجسر، يلعب اليمين كل الخط واليسار ماسكه كله، يعني لين مسكت يسار لعب، لين مسكت يمين لعب، ما عنده اي مشكله. لاعب عنده استامينا عالي، سرعته بعد عاليه. خلينا نقول هذا ظهير هجومي ما يتميز بالدفاع، ما عليك من طوله، وحتى لو انك اعطيته امكانيات يعني مثلا مركز سي بي بيكون طاقته الدفاعيه سيئة. هذا حق عرضيات، ولكن حق الناس اللي تاهم بالدين اللعبة، اللي عندها ظهر أساطير يسحب عليه. يلا يا شباب، لكن هذا ثلاثة ما يسحب عليهم، حتى عندك أساطير إنك يمديك تدخل. يلا يا شباب خلينا نفتح خلاص، بما أن شفنا الريفيو أول فتحة نقول بسم الله يا رب يا رب أول واحد يطلع لي ليو أو دياز. رودريجو لو طلع يعني آخر واحد ما يهمني، بس يبين لي ان انا هذا الاسبوع ما ادري والله حمول ولا ديموني، فما ادري الحظ ايش بيكون وياي. بيكون تعبان من الاسم، بارنس لاعب سيء. انا اذا ينزل باكج متعلق فيه كلتشاويه كونامي تسحب علي، تحطني من قائمه
البلاك ليست اللي دائما انا لاني قلتشاوي في اللعب، فيعطوني بعد لعبه قلتشاوي ما يصير. فخلينا نشوف هذا الباكيج يا شباب، حتى لو اني ما طلع لي من 3 سحبات راح العب ضد الكمبيوتر واطلع التحدي وانزله بعد وافتح على السحبه الرابعه. في سحبه رابعه يا شباب، نقول يا رب بسم الله وعلى بركه الله توكلنا. لياو دياز بكون سعيد جدا، لياو دياز بكون سعيد جدا. راموس، راموس اوكي ما عليه ما عليه، نقول راموس في اللعبه ما عندنا له كرت قوي، فنشوف هذا البوستر يمكن يضبط وياي واعطيكم الريفيو عليه ان شاء الله. حلو، ومن غير مجامله يعني راح اعطيكم الريفيو هل راموس جيد او لا ان شاء الله. انتظروا في مقطع ثاني بحق راموس. نسيت بعد هذا اللاعب بوستر يعني حتى ولو اخذته بالتشكيله بتزيد ارقامه اكثر واكثر. اتوقع راموس هذا اسطوري يعني، انا كنت محظوظ فيه. انا افضل لي يطلع اول، يكون الفتحه الرابعه يطلع لي دياز، اوه هذا باكج اسطوري بيسمونه. يلا يا رب يا رب يا رب يا رب، واحرق التشاوي واحرق التشاوي حق البؤوت، يستاهل. لا حرام، انا حظي دائما انا حظي سيء. اذا في لاعب اسطوره يعتبر قلتشاوي ما يعطوني كونامي، بخيلين والله اني بخيلين. مو مشكله يا شباب، في فتحه رابعه ما راح ياس اني يطلع لي دياز او لياو، على الاقل على الاقل دياز او لياو واحد منهم، بكون راضي جدا على هذا الباكج. طبعا شباب ما احب اطول عليكم، هذا الريفيو من خبرتي في اللعبه. نون دياز، رافائيل لياو مع راموس او رودريجو، هاي الاربعه افضل لعيبه في الباكج. اتمنى ان المقطع نال اعجابكم، لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه. نشوفكم في مقاطع اخرى، مع السلامه.